بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم اسمه الاكسس موديفايرز. الاكسس موديفايرز مفهوم مهم جدا في البرمجة، وما ينفعش تبقى شغال بتكتب كود وما تبقاش فاهم يعني اكسس موديفايرز. والاكسس موديفايرز دي كذا نوع. يعني ايه محددات الوصول؟ هي معناها محددات الوصول، يعني لما يكون عندك كلاس، الكلاس ده فيه مجموعة من الممبرز داخلين. الممبرز دي قد تكون بروبرتي او ميثود او فيلد او فانكشن يعني او الى اخره، اي او ايفنت، اي حاجة جوه الكلاس. خلاص، اي كلاس ممبر. لو في اي مفهوم من اللي انا بقولهم دول مش عارفهم، يا ريت نبقى نرجع نشوف الايه المفاهيم دي شرحها معناها ايه في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب، يبقى انا عندي نوت مجموعه من الايه ممبرز جوه الكلاس. الممبر ده مثلا الفانكشن دي انا عايزها تشتغل جوه الكلاس ده بس، ولا تشاف بره، ولا تشاف في بروجكت تاني، ولا هي دي الاكسس موديفايرز، حقوق الوصول للاعضاء او الممبرز اللي داخل الكلاس. في منهم اول نوع هتكلم عليهم من الاضيق للاوسع. اول واحد هو برايفت. البرايفت معناه ان اي ممبر اقول عليه برايفت يبقى ده معناه ان هو الكلاس ده بس، مفيش اي كلاس تاني يقدر استخدمه مني فيا جوه الكلاس ونفسه. يعني النوع اللي اعلى من كده شويه حاجه اسمها بروتكتد. البروتكتد معناه ايه؟ الكلاس ده بس، ولو في كلاس وارث منه، ده مفهوم برضو يبقى فاهمه، اللي هو الانهيرتنس. لو كلاس وارث من كلاس يبقى الكلاس والكلاس اللي وارث منه. خلاص كده. طيب، في واحد تالت اسمه بروتكتد ديفولت او بروتكتد فريند في بعض اللغات. ايه هو معناه؟ معناه ان الكلاس اللي انا فيه واللي بيورث منه، عشان دي كلمه بروتكتد. طب وديفولت معناها ايه؟ او فريند معناها ايه؟ جوه نفس الباكج او الاسمبلي باكج بتاعتك او جوه نفس البروجكت بتاعك بس. يعني لو في بروجكت تاني بيستخدم البروجكت دوت كثيرد بارتي، يعني او بيستخدمه، يعني بيستخدمه وبيستدعيه وبيستخدمه، مش هيقدر يشوف الايه البروتكتد ايه ديفولت او البروتكتد فريند. اخر نوع اللي هو او قبل الاخير اللي هو الفريند او الديفولت بس، ده معناه ايه؟ بيتشاف في البروجكت كله عادي جدا، ما عندوش اي مشكله. البروجكت كله يقدر يشوف الممبر اللي نوعه فريند او ديفولت، اكنه عام، بس في بروجكت واحد، في اسمبل باكج واحده، ما يقدرش بروجكت تاني يقدر يشوفه. اخر نوع بقى اللي هو البابليك، دي معناها بقى ايه؟ معناها البروجكت اللي انا فيه، الممبر اللي انا عامله دوت، يتشاف البروجكت كله، واي بروجكت تاني ينادي عليه ما عندناش مشكله. يبقى كده عندنا ادي البرايفت والبروتكتد والبروتكتد فريند او البروتكتد ديفولت والديفولت والبابليك بالترتيب.